السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم بنينا فلوغ. اليوم ما شاء الله يا ربي عندي واحد طلبيه ديال 4 ديال لي بلاطو ديال الحلوه ديال لوز وصابلي بريستيج، وبغيت نشاركها معكم. كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين ديالكم، وخليكم معايا حتى لخد لا فيديو باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. ندوزوا المقادير على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي 250 غرام ديال الزبده، وعندي 200 غرام ديال سكه سنيده، وقريصه ديال الملحه ضروريه لتصحيح الذوق. صافي كنخدم هاد الزبده مع السكه سنيده. من الافضل سنيده تكون رقيقه وما تكونش غليظه، ومن الافضل انا كيعجبني ندير صابلي بسنيده ماشي بسكر كلاصي. لو تسكر كلاصي كيجي صابلي رطب هكا، كيجي مقرمش. ومن بعد كنضيف واحد معلقه كبيره ديال الجليكوز. الجليكوز كيخلي يجي مقرمش وفي نفس الوقت كيحافظ عليه من الرطوبه. من بعد كنضيف فاني، وكنضيف كاس كبير ديال الزيت النباتيه، وكنضيف 150 غرام ديال برانليني ديال اللوز اللي كيعطينا واحد المذاق رائع للصابلي، وفي نفس الوقت كيعطينا واحد اللون اللي هو زوين، لون محمر. صافي كنحاول نخدم داك البرانليني مزيان حتى كيذوب. ومن بعد كنضيف 5 ديال البيضات، وصافي كنخلط العناصر كلها مزيان، وكنبقى نضيف الطحين حتى كتجمع لي حتى كيجمع لي الخليط ديالي. ومن بعد غادي نديرها في الثلاجه واحد نص ساعه ديال المكانه، عاد نبدا نطبع صابلي ديالي. بالنسبه للصابلي من الافضل تجمعوا عيب الاطراف ديال الاصابع، يعني ما تعركوهش باش ما يتغيرش الحجم ديالو، ما يكون كيطيب ما يتغيرش الشكل ديالو. صافي من بعد ما خليته نص ساعه، دابا رجعت كنطلقو. كندير بلاستيكه جوج بلاستيكات باش كتجيني الخدمه سهله، وصافي وكنحاول نطلقو. ما تخافوش منه حيت تشقق من الجناب، يعني كتحاولوا تجمعوه. وصافي كندير الشكل الاول، ما تيكونش رقيق بزاف على ود هذا، ما غادي نلصقوش، غادي نخليه هكاك. صافي ما تيكونش رقيق بزاف، وبطبيعه الحال ما يكونش غليظ بزاف. بالنسبه للشكل الثاني عادي نطلق لاباط، يعني رقي وقات كتبان لي حتى كيبان لي بوطاجي. وصافي وكنطبع بهذا الطابع هذا. الا ود هاد صابلي اللي رقي وق عادي نلصقو، يعني يجيو جوج، خاص صابلي يكون رقي وق بزاف. بالنسبه للشكل الثالث عندي هنا صابلي بريستيج اللي ما فيهش البيض. عندي 150 غرام ديال السكه سنيده، وعندي 200 غرام ديال الزبده بوماد، وعندي قريصه ديال الملحه بطبيعه الحال تصحيح الذوق ضروري قريصه ديال الملحه. صافي كنخدم داك الزبده مع السكه سنيده مزيان، وكنضيف واحد فاني، وهنا عندي واحد معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وعندي كاس كبير ديال الزيت النباتيه. صافي كنخدم مزيان هاد الزبده. هاد صابلي كيجي مرمل، بغيتو تنكهوه بالقهوه نكهوه بالقهوه، بغيتو بالقرفه يعني اللي بغيتو، كيجيو بجوجهم كيجيو زوينين. انا كنفضل القهوه، كتعجبني القهوه. صافي كنخدم ديك الزبده مزيان مع سكه سنيده، وكنضيف الزيت. ومن بعد كنضيف 200 غرام ديال اللوز اللي محمر ومطحون مزيان. صافي من بعد عادي ندير الطحين وعادي نجمعها. العجينه كتكون شويه قاسحه، ما تتكونش رطبه. صافي كنضيف الطحين حتى كتجمع لنا الخليط، ونفس الطريقه حتى هو عادي ندخلو للثلاجه واحد نص ساعه ديال المكانه عاد نطبعو. من بعد ما كدوز نص ساعه صافي كنطلق العجينه ديالي، وكناخذ معها شويه الخاطر على ود كتفرتت، كتجي كيف حال غريبه. بالنسبه لهاد الصابلي تيكون غليظ شويه، ما تيكونش رقيق على ود ما غادي نلصقوش.
وبالنسبة للطابع عندي سامبل، اي سابلي كتبغي تصوف شوكولا خاصو يكون سامبل وصافي، كندخلو الفران اللي سخون على 150 درجة وكياخد يعني واحد ربع ساعة ثلث ساعة ديال الطياب. صافي من بعد ما كنسالي سابلي ديالي حتى كنسالي سابلي كامل بالطياب باش ما كان باش كتجيني الخدمه منظمه. دابا عادي نرجع نصاوب هاد لي موتيف هذا، عادي نحسب شحال عندي ديال سابلي، شحال بغيت ديال سابلي، وعادي نصاوب لي موتيف. انا كنصاوب وانا كنحسب. صافي كناخذ شوكولا، تاخذوا شوكولا اللي تناسبكم وكديروها في باماري وقطيره ديال الزيت وكتذوبوها، ومن بعد كنديرها في هذا الموتيف وكندخلها للكونجيلاتور دغيا كتجمد وصافي وكنحيدها بسهوله. لتهرسات لكم شي وحده كترجعوها تذوب وتعاودوا تعاودوها ماشي مشكل. صافي كتستمر هكا. صافي من بعد ما ساليت عندي انا هنا واحد التعليكه اللي صاوبتي اللي فيها نص كاس ديال العسل وفيها واحد 10 ديال القطع ديال الشوكولا. صافي كندير شويه هكا في صابلي وكنلصق داك الموتيف ديال الشوكولا وكنزين بهاد الشوكولا هكا حبيبات. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يعني ديروا داكشي اللي بغيتو، انا بغيت نزين بهاد الشوكولا هادي وكنستمر هكا حتى كنسالي. بالنسبه للشكل الثاني عندي هنا 500 غرام ديال اللوز كونكاسي اللي حمرتو، وعندي 4 معالق كبار ديال الجليكوز وجوج معالق كبار ديال الناباج اللي ذوبتهم. وصافي كنشد معلقه وكندهن داك صابلي مزيان باش كيهز ليا داك اللوز كونكاسي. ما درتش البانسو على البانسو ما كيدهنليش مزيان الجليكوز. وصافي كنستمر هكا حتى كنسالي صابلي ديالي كامل، كندير له الجليكوز واللوز وعاد من بعد كنرجع للثقوب بالمربى باش كتجيني الخدمه سهله وفي نفس الوقت نقيه. بالنسبه للمربى انا عندي مربى ديال الفخيز، ضفت له جوج معالق كبار ديال السكر سنيدا ومعلقه ديال الجليكوز، وضفت له النكهه ديال الفرامبواز ورديته فوق البوطه حتى غلى مزيان باش ما كيدعليش في صابلي. بالنسبه للشكل الثالث سابلي بريستيج اللي بحال غريبه، كناخذ شوكولا لي بيضا وذوبتها وكنغطسوها هكا بهذه الطريقه وكنهز بفرشيط وكنحاول نسوسها مزيان باش ما تهزليش الشوكولا. وملي كنديرها كندفعها باش ما كتهزليش الشوكولا من التحت، يعني كيجيني سابلي انفيني. من بعد كنزين بقطع ديال الليمون ديال البرتقال اللي هو معسل. من بعد ما كنسالي كندير الشوكولا في واحد البوش وكندير هكا خطيوطات اللي تيكونوا رقاق بزاف باش كتجي الحلوه مفينيه مزيان. ومي يكونوا باقين يعني باقي شوكولا على ود دغيا كينشفوا، خاصنا نديروا هذاك العقيقات اللي نزين بهم. خاصني ندير العقيقات في بلاصه حيت لا خليته غير شي شويه ما كيشدوش، يعني داك الشوكولا دغيا كتبرد كتجمد. بالنسبه للحلوه ديال اللوز عندي ندير هنا ملوزه، عندي جوج اصفار ديال البيض وعندي جوج معالق كبار ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الجليكوز، ثلاثه الخمارات ديال 8 غرام، ونص كاس ديال ماء زهر اللي ما كاملش. بالنسبه للعقده ديال اللوز عندي هنا كيلو لارب ديال العقده ديال اللوز، وفيه واحد 7 د الحبات ديال مسكه حره اللي طحنته مع شي شويه سنيده، وعندي قشور حامضه. صافي كندير المكونات كاملين، ندير البيض الجليكوز الخماره الزبده كلشي بدقه واحده والماء زهر، وكنعجن الخليط ديالي مزيان حتى ما كتبقى تبان لا زبده لا زبده لا حتى شي حاجه.
صافي من بعد كناخذ سكر كلاصي سبيسيال ضروري يكون سبيسيال يعني اي غريبه خصها سكر كلاصي سبيسيال باش ما كيذوبش وكناخذ شي شويه ديال ما زهر وبالنسبه للكره كل واحد يدير القياس اللي بغى بالنسبه ليا انا ندير 20 غرام في الكويره وديروا القياس اللي بغيتو اللي بغاها صغيره يديرها صغيره اللي بغاها كبيره يديرها كبيره صافي كنحاول نلبسها مزيان داك السكر كلاصي وكنزلها في الطاوه وكنبرك عليها شي شويه ماشي بزاف عيب صبيع ديالي كنبرك عليها شويه شويه ومن بعد كندخلها للفران اللي هو مشعل من الفوق وعافيه مهيله ما تكونش مجهده باش ما تحرقناش من الفوق وكنخليوها حتى كتشقق لنا مزيان ومن بعد عاد تنشعل عليها من التحت وما كتاخذناش الوقت بزاف يعني واحد 10 دقائق صافي باش ما كتقصحناش على ود يعني على قد اللوز ما عندنا لا طحين لا حتى شي حاجه دغيا كتوجد صافي من بعد كناخذ لي بلاطو ديالي وكندير هاد الطريقه هكا باش كتجيني الخدمه سهله كنمشي كنعرف القياس يعني البلاطو ديالي شحال عيهز لي بالنسبه للصابلي كل واحد درت فيه جوج صفوفة وبالنسبه للحلوه ديال اللوز جوج صفوفة بالنسبه للملوزه والقرن درتو عين في الوسط بالنسبه للقرن انا حضرته معكم من قبل فعندي في القناه تنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف هذا هو الشكل النهائي ديال الطلبيه ديالي كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم كنتمنى لي مازال ما تابوناش معايا تابونا معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد ديالي وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم ولي كومونتير زوينين ديالكم الى فيديو قادم ان شاء الله يا ربي السلام عليكم